صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لدي عامل يبيع في محل تجاري لي، وعندما أردت إخراج الزكاة ذكر لي أن إخوانه بحاجة ماسة للزكاة. أعد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: لدي عامل يبيع في محل تجاري لي، وعندما أردت إخراج الزكاة ذكر لي أن إخوانه بحاجة ماسة للزكاة، فهل يجوز دفعها له من غير أجرته وهو من خارج هذه البلاد؟ إذا كانوا مسلمين وفقراء لا بأس بذلك، هم من أهل الزكاة لهم حق فيها، إذا كانوا فقراء ومسلمين لهم حق. نعم.